بزاف ديال الناس اللي سولوني على الطريقه كيفاش ممكن تسرح هذا الشوفو هذا، وقلت له يعني الطريقه ديالو راه ساهله غنقول لكم، يعني ماشي شي طريقه اللي صعيبه. فاش بعض الناس كيحيدوا كما كتشوفوا هكا، كيحيدوا من بلاصتو وكيجيبو كيهبطو كيكبلو الماء القاطع من جهه البارد وكيخرجوا من الماء السخون وكيقول لك راه سرحتو. لا، هذيك راه كتخرج على لا ميمبران ديالو والجروب ديالو. الطريقة ديالو راه ساهلة، يعني ممكن تخليه في بلاصتو ودير الخدمة هادي. أنا لما لقيتونا هابط أنا لتحت، داكشي باش ما بغيت نصور لكم هنا. أول حاجة كان كيكون عندك واحد الربيع داري مثلا هنايا، كتسد هو الأولاني، كتقطع الربيع داري، كتحل الفيكسيبل ديال السخون، كتخلي الماء يهبط، كتحيد الفيكسيبل البردي كتخليه راكب، يعني بلا ما ماشي مشيط، باش كيبقى دائما الجروب التحتاني كيبقى لاصق في الحيط والسيبور. يعني حنا بغينا نحيدو غير الرادياتور باش نسرحوه. كنجيو لهاد الفيس هذا، راكيب لكم واحد الفيس راه هو لداخل، كتحلو وكتجي لهذا السير كليبس هذا اللي شاد الدرع هذا ديال الرادياتور اللي كيكون كيدخل البرد، كتحلو من التحت ولا من الفوق. هو فاش كيكون باقي جديد راه كيكون من الفوق، هذا راه فايت واقيلا تحل فايت نطويه من الكالكير، راه هو من التحت، يعني ماشي بحال كي كانت من التحت كي كانت من الفوق. المهم ما كيسيلش صافي، هذاك هو الاساس. كتجي من هنا كتحلو الفيكسيبل ديال السخون، وكتهز الرادياتور ديالك وكتحيد هذا الكليكسون ديالو من هنايا. هاد الفيس هذا كتحل الفيس كومبلي، كتجبد السيبوره ديالو كومبلي، كطيحو يعني كيبقى غير الرادياتور بوحدو، كتقلبو كديرو الماء القاطع كتسرحو عادي، كتعاود تردو قبل ما تشعل فيه العافيه. كتطلق الماء بدا اول حاجه فاش تسرحو وتسالي تسالي من الماء القاطع، كبلو الماء، دير فيه الماء عاد علقو، وفي نفس الوقت ما تشعلوش حتى تطلق الماء عاوتاني وتطلق الجهات السخون ويهبط الماء الموسخ، باش الا كان باقي فيه شويه ديال المقاطع يمشي عاد تشعلو وخدم به داك الساعات، كون على يقين انك تدوز به واحد المده طويله.